طب قول تفضل. اولا انا شايف ان مؤخرا ودي حاجه والله تبسطني جدا ان فكره ان الستات مش بس في الوطن العربي في العالم كله بياخدوا حقوقهم واحده بواحده احسن من الاول. ده حقيقي نوعا ما كتير والله صدقيني كتير، والاتجاه رايح في عالميا لفكره نصره المراه وحقوق المراه، وان المراه ما تبقاش حقها مهضوم، بغض النظر ان احسن ناس بتطبخ في العالم، احسن شيفات رجاله، احسن ديزاينرز بيعملوا فساتين للستات رجاله، بغض النظر. لا يا حبيبي ثانيه، مش موضوعنا يا دينا، مش موضوعنا. لا بس ثانيه واحده، احسن ناس بيعملوا اكل رجاله ليه؟ وانت شايفه غير كده؟ معلش ثانيه واحده، لا ما تدخليش امي في الموضوع. لا هتدخل ولا تدخلي حبيبتي، بسلم عليها. طنط مثلا طبخ وحش كيندا. طبخ وحش يعني اعظم احلى اكل في العالم هو اكل امي، وبعديه على طول اكل كندا. طيب. بس اشهر شيفات في العالم شيفات رجاله. طب اهو هو انا ما قلتش حاجه على فكره، هو شيء ليه وانت عارف كل اي شيف انت عارفه مش كلهم. ممكن يبقى فيه، لا معلش مش ممكن تبقى فيه بنت مش واخده حقها، فعشان كده هي مش معروفه.